فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اغتسل المحرم فهل له أن يمسح رأسه بالمنشفة أو يكون من باب التغطية؟ إيش؟ إذا اغتسل المحرم فهل له أن يمسح رأسه بالمنشفة أو يكون هذا من تغطية الرأس؟ والله يعني فيه اشتباه، لكن إذا صار المرور مجرد مرور ويوخر ما تستغر فلا حرج إن شاء الله. نعم.